نروح مع حضراتكم لأخبار القلعة الحمراء. النادي الأهلي وصلت بعثة شباب الوزداد الجزائري لمدينة الإسكندرية، وطبعا كان في استقبالهم ممثلي النادي الأهلي، وده قبل المواجهة يوم الجمعة بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. من المفترض أن يخوض شباب الوزداد اليوم أول مران ليهم في إطار استعداداتهم لمواجهة الأهلي المصري بعد غد الجمعة.